موضوعنا اليوم عن الصداع والأغذية المسكنة للصداع. كثير منا يتساءل هل هناك أغذية مسكنة للصداع؟ نعم، إذا نحن ركزنا على الأغذية اللي هي غنية بالمغنيسيوم ممكن نحصلها بالأفوكادو بالموز، وعندنا إذا نحن ركزنا على الفواكه اللي هي تكون غنية بالسوائل كالبطيخ والشمام والفراولة والتوت. مهم جدا كذلك أن نحن نركز على يعني مسببات الصداع. طبعا تختلف العوامل، نبتعد عن العوامل المؤدية للصداع، وكذلك ان نحن نبتعد عن الأطعمة المصنعة، اللحوم المصنعة، والابتعاد عن اخذ كميات كبيرة من المنبهات لان كثرتها قد تؤدي الى حدوث صداع. لذلك مهم جدا التوازن بحيث ان نحن نكسب كميات كافية من الماء ونحاول ناخذ الغذاء المتوازن. دمتم دائما بصحة وعافية، ورمضان كريم علينا وعليكم.